دول عربية ولا على مستوى أكبر من كده؟ لا حتى على مستوى العالم يعني، طبعا في دول سابقانا مش هقول لك لا يعني، لكن حتى لما بنطلع بره وبنتكلم معاهم في بعض الافكار اللي احنا بنبتدي نطبقها هم لسه ما فكروش فيها، او هم لسه برضو ما قطعوش يعني شوط كبير قوي فيها. طب هي الخبرة والملاءة المالية زي ما بيقولوا عند الشركات العالمية، هل هي بسهولة هتوافق انها تنقلها لنا في مصر؟ وهل احنا عندنا الخبرات؟ يعني بكل تأكيد ان وجودك في منصب زي ده كسيدة مصرية موجودة في منصب مهم في هذا العمر، ده بيدينا مؤشر ايجابي جدا ان احنا عندنا شباب يقدروا ينافسوا ويمتلكوا. بس احنا عندنا كام جولستان في مصر؟ لا في كتير، في كتير، وفي ناس وفي مصر وبره مصر وممكن يساعدونا وهم بره مصر. هي الفكرة بس في إيجاد المنفذ أو الميكانيزم اللي يخليهم يقدروا يتعاونوا معانا، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو إن احنا يبقى عندنا مجموعة من المشروعات القومية اللي بنقدر نستعمل فيها الذكاء الاصطناعي، ونقدر نجتذب الناس دول إنهم يجوا نعلمهم شوية زيادة ونخليهم يشتغلوا بإيديهم ويشتغلوا مع الجهات المختصة في مجال الزراعة، في مجال الصحة، في مجال النقل، whatever، عشان يطلعوا بالحلول دي. السؤال الأولاني بتاع حضرتك كويس قوي، بتاع الشركات الكبيرة وهي يعني بسهولة كده هتنقل لنا التكنولوجيا بتاعتها؟ لا طبعا، والموضوع مبني قوي على العلاقات الشخصية كمان. يعني حدي لحضرتك مثال، غانا مثلا اللي هي دولة لا وجود لها على خارطة الذكاء الاصطناعي العالمية خالص لغاية من سنة فاتت، في واحد مواطن من غانا بيشتغل في جوجل في منصب رفيع، راح أقنع جوجل إن هم يفتحوا، جوجل عندها R&D سنترز، مراكز أبحاث وتطوير مختصة بالذكاء الاصطناعي، لغاية دلوقتي كانت موجودة في أوروبا وأمريكا ويمكن شوية في أمريكا اللاتينية، حابوا يفتحوا واحد في أفريقيا. فهو راح وعمل كيس كويسة جدا إنه طب يا جماعة ما تيجوا تفتحوا في غانا، وتعاونوا مع منظمات دولية وعملوا مشروع كبير ومقترح كويس، وفعلا فتحوا في غانا. لكن غانا كدولة ما عندهاش استراتيجية ذكاء اصطناعي. بس كغانا، غانا كدولة مش مستهدفة زي مصر، مش موجودة على الساحة، وبالتالي مصر لما تنور ده هيخلي دول كتيرة ومصالح كتيرة تبقى مش إيجابية. وبالتالي النهاردة هل احنا بقى، مش هحولها للسياسة لأن احنا بنتكلم في اقتصاد، بس النهاردة احنا هنلاقي المساندة دي والمساعدة دي ان مصر يكون ليها دور رائد في الذكاء الاصطناعي زي ما ليها ادوار رائدة في محاربة الارهاب. دلوقتي اقتصادنا ابتدى يتحسن، عندنا ادوار مهمة جدا بنقوم بيها سواء في الداخل او في الخارج، صورة مصر ابتدت تتغير في العالم. لكن الصورة دي لما بتتغير للافضل في نظرية المؤامرة، في أعداء لهذا الوطن بكل تأكيد إن المصالح العليا والمصالح الشخصية لو هي بتتحكم في المنظومة هيبقى موقفنا صعب ولا أسهل؟ هي الحكاية على مستوى الحاجات اللي زي الذكاء الاصطناعي اللي بيتحكم فيها أكتر المصالح الاقتصادية مش السياسية. بمعنى إنه في الآخر هي شركة كبيرة وعايزة تكسب، مش شرط إن يكون عندها أجندة سياسية، قد يكون، لكن الأهم إنها في الآخر عايزة تكسب، عايزة تعلي أرباحها. فالمكان والبيئة والشراكات اللي هتأهلها هتمكنها من ده هتبقى مرحبة جدا إنها تتعاون معاها. لكن لان الموضوع محتاج العلاقات الشخصيه دي، وان زي واحد غني يبقى في منصب رفيع في جوجل مثلا، دي مش شرط انها موجوده عندنا قوي او مش بالقدر الكافي، لكن احنا اللي بنعمله ان احنا بنتوجه ناحيه الشركات الاصغر شويه، اللي هي مش لازم يعني جوجل وفيسبوك، طبعا دول موجودين يعني مستويات مختلفه عندنا في مصر، لكن احنا بنحاول ندور على الشركات الصغيره اللي عندها حلول جديده ومبتكره وتحل بالظبط المشكله اللي عايزين نحلها، ونبتدي نعمل معاها شراكات. ده بالنسبه له ان هو يجي سوق زي مصر 100 مليون، وان احنا نساعده ان هو يدخل في السوق الافريقيه، دي حاجه مهمه جدا، قد تكون مش مهمه قوي بالنسبه لجوجل لان هو اوريدي منتشر في كل انحاء العالم، لكن بالنسبه لشركه اصغر لا، ما انا اجي وانا بشتغل واقول على نفسي ان انا بشتغل مع الحكومه المصريه ومش عارف ايه، وده يديني يعني بوست كويس او يديني مكانه كويسه. وفي الوقت نفسه الحلول اللي عندهم بتادرس او بتشتغل على الحاجات اللي احنا عايزينها، المجالات التنمويه.
فهم دول اللي احنا بنحاول نعمل معاهم شراكات عشان نقدر ندرب الناس بتوعنا. بالفعل عندنا شراكات يعني في الفترة اللي فاتت مضينا كذا مذكرة تفاهم مع بعض الشركات دي في دول مختلفة، وإن شاء الله في الشهور القليلة القادمة هنبتدي احنا بننشئ دلوقتي مركز للتطبيقات بتاعت الذكاء الاصطناعي، الأول هنا في القرية الذكية وبعدين هننقله إن شاء الله مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة. ده مركز متخصص في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.